إيه اللي اتغير في طريقتنا في الشراء بعد الأزمة؟ تعالوا نعرف سوا. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن سيكولوجية الشراء والأسباب اللي بتخلينا نشتري، بس طريقتنا في الشراء أكيد اختلفت في الفترة بتاعت الأزمة وأثرت علينا شوية بعدها. تعالوا نشوف إيه الحاجات اللي بقينا بنهتم بيها أكتر وإحنا بنشتري. اسمي عمرو المنداري وبتكلم عن تجربتنا، تجربة العميل. اتكلمنا في فيديو قبل كده ان 92% زيادة في المشتريات اونلاين. جوجل طبعا لاحظ الحكاية دي وعمال يدينا بقى مراجع للموضوع يعني. هسيب في وصف الفيديو تحت في الديسكريبشن لينكات لمراجع للحاجات اللي انا بقولها دي، بتجيب الارقام دي منين بالظبط عشان اللي يحب يرجع لها بعد كده. بقينا بنهتم اكتر ان احنا نعرف معلومات اكتر عن المنتج اللي احنا بنشتريه، حتى لو كنا بنشتريه قبل كده وعارفينه كويس، بس نحب نقرا تفصيلات اكتر ومعلومات اكتر عنه. وسطر واحد للشرح المنتج او الخدمه بيكون كفايه عدد. تغيير برضو ملحوظ ان بقيه البضاعه لازم تكون موجوده دلوقتي. ببقى مش عارف الاسبوع الجاي هتبقى البضاعه دي موجوده ولا لا، هل سعرها هيغلى. اللي ظهر برضو في الفتره دي تحيز للندره، لما البائع بيقول ان دي اخر قطعه او قطعتين من المنتج اللي انا بشتريه، ده بيكون حافز ليا ان انا اخد قرار بتاعي بسرعه شويه. بس ده سلاح ذو حدين، لان لو البائع مش امين في الكلام بتاعه مع الوقت بيفقد المصداقيه مع الناس اللي بتشتري، وده بيبقى ثمنها مع الوقت غالي شويه عليه. حاجه ثانيه برضو اتغيرت وبقت ليها تاثير اكبر هو راي الخبراء او راي الناس اللي احنا بنثق فيهم، او على الاقل راي الناس اللي جربت المنتج اللي احنا بنفكر نشتري. بالمناسبه في الموضوع ده، 88% من الناس اللي بتشتري اونلاين بيراجعوا الريفيوز بدقه شويه ويشوفوا التجارب بتاعت الناس قبل كده بتقول ايه عن المنتج اللي هم بيشتروه. السنه اللي فاتت 69% من الناس اللي اشترت اونلاين كان عندهم مشاكل بطريقه او باخرى، سواء ان البضاعه مش متوفره عند البائع او طريقه الدفع مش مناسبه، مواعيد التسليم مش مناسبة ليهم، شوية مشاكل كده. كان سببها طبعا ان الشركات اتجهت للاونلاين فجأة، فكان لازم يظهر شوية مشكلات كده، ولكن اغلبها تحل وتحل بسهولة. النقطة الاخيرة وهي مهمة جدا وكنا اتكلمنا فيها قبل كده، قوة الهدية المجانية، الاستجابة السريعة اللي بتحصل لما بنبتدي ندي هدية مجانية، زي مثلا العروض اللي موجودة في السوبر ماركت دلوقتي على الزبادي مثلا. دي استجابة لرغبات العميل، ودي حاجة كنا اتكلمنا عليها قبل كده في الفيديو بتاع احنا وجوجل. الناس بتتوقع قيمة اكبر وهم بيشتروا. شاكر وقت حضراتكم جدا، ونتقابل تاني ونتكلم عن بقية انواع الشركات.